نظم أبناء الجالية السودانية المقيمة في دول الاتحاد الأوروبي وقفة احتجاج في العاصمة البلجيكية بروكسل، مطالبين المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي بالتدخل الجاد والفاعل لوقف الحرب الدائرة في السودان منذ أشهر ووقف استهداف المدنيين. واحتشد العشرات منهم أمام ساحة لوكسمبورغ المقابلة لمبنى البرلمان الأوروبي، ورددوا شعارات منددة بالحرب في السودان، ومن يقف وراءها معتبرين أن ما يحدث هناك منافي للأعراف والقيم الإنسانية التي ينتهجها القائمون على إدارة البلاد في الوقت الذي يتواصل استهداف المدنيين من أطفال ونساء من قبل من يدعون أنهم سودانيون وينتمون إلى المؤسسة العسكرية التي تجاوزت كل شيء وحدود المعقول على حد قولهم. اسمي حنان من السويد، جايين هنا السودان to represent all the women because I am a woman. I have to represent all the younger generations that look up to because we want peace in our country because we want one day to go back to our country. يعني أكيد ما حنعيش في أوروبا أو مثلا كده حياتنا كلها، لازم الدول يرجع لوطنه لوصل أصله كده يعني. وإحنا هسه in front of the European Parliament so that they can listen to us, so that they can know our struggles and we go through, so that they can somehow help us, see us and help us because words are so important. And the media also is very important. That's why a lot of them are here and we are very appreciative of that. My name is Selma. I'm a Swedish citizen and I'm here today with my family from Sudan showing my empathy for what's happening in Sudan right now. And for me it's very important to show that you care about human rights and what's happening around the world, even though where you're from there's no problem. So I'm here today to show that I care about human rights, about women, about children, and as a woman myself, it's very important to me. What would you like to say about this demonstration today? I think it's very important to when people connect to show that they care about stuff happening in parts of the world where stuff isn't as right as where we are. So yeah, I'm very happy to be here today with all of these people. وتدخل الحرب في السودان التي اندلعت في 15 من أبريل نيسان الماضي شهرها السادس من دون تغيير كبير في الخارطة العسكرية، وسط تعذر الحسم العسكري على طرفي القتال، مخلفة مئات القتلى والجرحى بين المدنيين واستهداف كبير للبنى التحتية للسودان. أتينا هنا كما ترون من أمام ساحة لوكسمبورغ ببروكسل أمام مبنى البرلمان الأوروبي، واقفين هنا رفضا للحرب والانتهاكات الجسدية الجسمانية التي تمارسها قوات الفلول الجيش السوداني المختطف من قبل المنظمة الإرهابية التي تدعى بالمؤتمر الوطني وكتائبها الجهادية. كافة الشعب السوداني الآن يقف قلبا واحدا ضد